يمكن بقى نص الملعب كمان ده غير بقى نص الملعب كمان كريم بقى في ديانج وفي اكرم وفي مروان كان وفي مروان خرج واكرم وكان في قفش يعني الراجل قفل نص الملعب تماما وقفل خط الظهر خلاص انت 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 متجه اخر 10 دقائق في الماتش ومحتاج البطوله واعتقد هو زي ما انا قلت لك يا كابتن كريم هو الراجل عارف ان الترجي ما فيش خطوره منه غير الكور الثابته بس عنده الولد هو رودريجيز وساس ده اثنين ساس ورودريجيز فهو عارف ان هو منع ان اي كره توصل لهم حتى الكور الثابته بقى الاهلي يا حلوان النهارده ما عملش خالص فاولات على ال 18 يعني الاهلي ولا على الجناب لو جبت لو اتفرجت على مجرى الماتش كله الاهلي ما فيش خالص هو منبه عليهم كولر مش عايز فاولات في الحته دي خالص يا كابتن وكمان ولا ياخدوا ريسك حتى فيه كل لعيبه جعفر من الترجي تلاقي في بلوك واحد واثنين من الاهلي طول الوقت تلاقي واحد واثنين من الاهلي طول الوقت عايز وبتوع الترجي بتوع الترجي كمان حلواني مساعدين الاهلي التحضير بتاعهم يا كابتن كريم من ورا بطيء جدا الناس عماله تلعب بعرض الملعب بس الناس عماله تلعب بعرض الملعب وطبعا ما فيش خطوره على الجناب الراجل قفل الجناب الراجل قفل الجناب اتجاه كمان كريم فؤاد عشان برضو كريم مش مكانه اللي هو بيلعب فيه بقاله فتره بقى يحط حط امام عاشور قدامه بقى مروان عطيه يميل اتجاهه فالراجل قفل لهم حتى الجبهه اللي هو كان ممكن يشتغلوا عليها كمان والاتجاه ده كان اتجاه الراجل البرازيلي اللي اسمه ساس اللي بيلعب برجله الشمال تقريبا فالراجل قفل لهم الجبهه دي خالص ما بقاش فيه اي خطوره وطبعا الناحيه الثانيه بيرسيتاو محمد هاني اوريدي هي مقفوله فلا الراجل برضو كولر زي ما تقول يا كابتن كريم حافظ الماتش وحافظ السيناريو بتاع الماتش والتغييرات كمان ممكن اقف بعض التغييرات شويه في الاخر اللي هو كان ممكن يبقى مكان طاهر رضا سليم لان راجل رجله في الملعب وراجل لعب الماتش هناك هو برضه تحس ان هو في الاخر برضه عايز ناحيه دفاعيه اكتر